مساء الخير أصدقائي في العراق وكندا ومنظمة العراق وكندا. مثل ما الكل يعرفون أنه أنا صار لي فترة بسجل فيديوهات، ممكن سجلت فيديو من بغداد مباشرة من مول زيونة ومول منصور. اليوم راح بعد عودتي من العراق وزيارتي للعراق بعد 12 سنة، أنا تركت العراق سنة 2006 وإحنا اليوم 2018، رجعت للعراق أدي أشوف أنه شنو التغيير، شنو نحو الأفضل، نحو شنو الإيجابي، شنو السلبي، وحنقول لكم الفكرة الكاملة للجالية العراقية في كندا وفي أمريكا وفي كل مكان إلى واحد يدي يزور العراق، وإضافة المشاكل والإيجابيات اللي واجهتني بالعراق. الفكرة كانت أنه أو السفرة مالتي ما كانت مخطط لها، ولا كانت أنه حقيقة أنه كنت في الدوام وأجاني تليفون من بغداد، والدتي مريضة، هي كبيره بالسن وبالانعاش، فاضطريت انه اتصل بمديري هنا مباشر الموظف في الحكومه الكنديه وطلبت من عنده الفيكيشن ماتي او البنك تايم استخدمه حتى اغادر كندا بالسرعه الممكنه. الصعوبه اللي هنا واجهتني انه انا عندي جواز سفر كندي سابقا منتهي ما مجدد، فلازم انه اجدد الجواز حتى اقدر اسافر بالعراق. ما عندي مستمسكات عراقيه او العفو عندي مستمسكات قديمه وعندي جواز عراقي اللي هو القديم منتهي ب 2016. الحقيقه انه الحكومه هنا الكنديه تعرفون احنا البروسس تايم مال الموجود في الحكومه الكنديه، تروح للدائره اذا كنت تريد ارجنت او مستعجل جواز مستعجل تدفع عليه اجور اضافيه. اجره الجواز الكندي اللي هو هذا جواز كندي اجرته الرسميه هي 160 دولار، اضافه اذا كان ارجنت او مستعجل في معدل نفس اليوم تاخذه تدفع لازم 110 دولار، اذا المبلغ صار 270 دولار كندي، ما يعادل تقريبا 270 الف عراقي خلينا نقول، لانه يعني الدولار الكندي نفس الدولار الامريكي. الجواز صادر هذا اللي طوني اياه بالضبط يوم 23 بالشهر استلمت الجواز، وحتى اخذ هذا الجواز وبسرعه بطريقه سريعه او ارجنت لازم اشوف لهم حجز من المطارات واشوفهم فالتقرير الطبي انه السبب اللي اريد بهذا الشيء. طبعا اخذ رقم الحجز مال الطياره وبالضبط دفعت 110 دولار. الفتره اللي استغرقها اصدار الجواز هذا الكندي، يعني ما راح احكي انه شنو اللي مميزاته يمتازها، انه كل دوله وكل نظام وما تصير عندنا مقارنه بين دولتين سواء مع امريكا او مع العراق. وهذه الجواز اللي استغرقته كماكينه كاجراءات عمل اخذته بثلاث ساعات، دفعت عليه 270 دولار واخذت الجواز. هذه حجزت الطياره وغادرت ووصلت الى بغداد. طبعا الطياره حجزها كان مكلف لانه كان في نفس اليوم، والرحله مالتي كانت قصيره لمده اسبوع فقط لانه ما عندي الفيكيشن مالتي تقريبا ما عندي يكفي، فركبت الطياره وتوجهت بها الى قطر، ومن قطر رحت الى عفوا الى تورونتو، وبعدين رحت الى مونتريال. مونتريال قطر كان اكو الكونكشن او طريقه الطياره ما كانت انه يعني بسهوله اوصل باقل وقت ممكن، فكانت انه هاي الطياره تقريبا توصلني الى بغداد ب 21 ساعه. واحد تارك العراق صار له 12 سنه، شهادة الجنسية العراقية مالته هاي صادرة بال 93 يعني من زمن صدام بوقتها، أحوال المدنية مالتي صادرة في 2001، هذه يعني ما تارك العراق صار 12 سنة. أنا طالع من العراق بمحاولة اغتيال وجسمي مزرف طلقات في منطقة الدورة، فما أعرف شنو التفاصيل الحكومة شلون، أسمع عن طريق الفيسبوك أسمع الإجراءات، فقلت خليني أروح أجرب أنه هم الغرض من الزيارة أنه أشوف والدتي ومن ثم أنه أشوف العراق أنه شنو اللي صار، هل أنه الفيسبوك ينقل الواقع الحقيقة أو لا. اليوم أنا حنقول لكم الواقع واللي صار وياي، وأنتم تعرفون العراق وكندا منظمة كندية، واللي الدايركتور أو المسؤول على هاي المنظمة هو أنا، يعني المشرف العام على العراق وكندا ومؤسس العراق وكندا هو أنا اسمي محمد، الكل بعض الأعضاء يعرفون ويعرفون تفاصيلي، واني اشكر الناس اللي موجوده بالعراق. طبعا ما قدرت انه اتصل بالكول او البي طلبات الكول، لانه يعني اذا ادور غدا وعشاء وريوك لازم اتغدى يوميا 7000 مره، ويجب اذا اتعشى 5000 مره، ويجب فعندي قرايبي واصدقائي بالبيج، فاني اشكر كل من وجه الدعوه لي بالعراق سواء انه عضو ويانا او سواء انه موجود في بيج او الاصدقاء الموجودين، اني اشكرهم كل شويه. الفكره انه اريد بالبدايه انه اشكر وزاره الداخليه واشكر وزاره الدفاع
وبالتحديد مديرية الجوازات العامة ودائرة الأحوال الجنسية والكرادة الشرقية بالتعاون وياي والتعاون مع المواطنين وإداهم العمل بالطريقة الصحيحة اللي أنا افتريت بعدة دوائر دولة واتصلت بهواية ناس ولم أكن أنه أعرف نفسي أنه أنا يعني ما أعتبر البيج فتشي أو منظر هذي ولكنه رحت بدون واسطة وبدون حق نقول حتى أقول بدون رشوة أو فلوس مارست كحقي كمواطن عراقي بأنه النظام والمعامله مالتهم وكيف انه يتواجهون المواطن العراقي. طبعا الضباط الموجودين في كل دوائر الدوله او في العفو في المطار كانوا كلش متعاونين من وصلت الطياره مالتي. انا ما عندي جواز عراقي، عندي بس الجواز الكندي وعندي اختلاف في الاسماء، الاسم الحقيقي مالتي ما يشابه ما يطابق الجنسيه وشهاده الجنسيه. فالضابط الموجود هناك من وزاره الداخليه ومن جهاز المخابرات الموجودين في المطار قال لهم حنطببه على الجواز العراقي الساق المنتهي، يعني والدته حالته الانسانيه هذه، قال له ما اقدر اطببه لانه بسبب اذا دخلته لازم يجدد الجواز ويطلع وبعدين يصير له مشكله. اذا بالجواز الكندي ختموا لي فيزا بالمطار، يعني انه هاي الفيزا بالمطار ختموا لي اياها الحكومه العراقيه وكتبوا عليها ولاده العراق وبدون رسوم، ما دفعت رسوم لانه انا ولادتي العراق، لو كانت الرسوم موجوده كان ادفع لازم حوالي 80 دولار، فدخلت العراق كمواطن كندي وليس انه مواطن كندي كداخل الى العراق هذه. اشكر الاخ انمار من صاله الشرف الكبرى الموجوده بالمطار للتعاون وياي، الضباط الموجودين في العفو في دائره في حقل او الفيزا الموجودين في مطار بغداد، تعاونهم اجراءاته كانت جدا سريعه، واضافه كل العراقيين اللي يجون موجودين بهذه الطريقه. انا كنت فرحان من وصلت لبغداد هالفتره الطويله ما شايف بغداد، تعامل الضباط ويا المطار كان كلش سلس. اضافه اشكر انهم قلت لكم مديريه الجوازات العامه ودائره الجنسيه، اشكر المقدم واثق ناطق العبادي من جنسيه الكراده الشرقيه، الراد احمد تميمي من الجيش العراقي كان متعاون في احدى السيطرات وياي، الملازم المهندس كرار علي عود عواد، الملازم المهندس فضل عبد الكريم الطائي، علي محسن زاير، ملازم فراس علي داود. فذول الاخوان انه احتضنوني كاحتضان كاخ جاي من غربه، واضافه انه رحبوا بي وتعاونوا وياي بشكل انه هذه ممكن انه اني حاله خاصه انه تعاطفوا وياي كانه والدتي مريضه او اني مستعجل لمده اسبوع انه الوقت ضيق وسهلوا لي بعض الاجراءات. سفرتي كانت مثمرة، يعني كانت انه تعرفون والدتي مريضة من تشوف ابنها واصل الى العراق وعن بعد مسافة 21 ساعة طيران، هي ترحب بهذا الشيء، دعمتها معنوياتها نحو الافضل شو احسن ان شاء الله تصير احسن. واضافة بهذه الفقرة قدرت انه اكو نظام جديد في العراق هي اللي هي البطاقة الوطنية، هذه البطاقة الوطنية الجديدة اللي تعوض عن شهادة الجنسية والجنسية، مثل ما تشوفون ماتي مقروضة انه صار عندي بطاقة وطنية هذه، هذه طلعتها بحوالي تقريبا فترة زيارتي هي الاسبوع طلعتها بحوالي يومين. ممكن الكرادة الشرقية اسرع من مدينة الصدر، الكرادة الشرقية اسرع من منصور، بعض الدوائر هذه. الفكرة ما بيها هذه عظم عاج تشبه الهوية الكندية، نظام الحكومة الكندية جديد، بصمات ابهام كل الاصابع، اضافه القرنيه مال العين، الصوره بيكتشر ياخذون لك اياها، هذه اللي تساعدك انه تعفون. احنا بزمن صدام عندنا سوق مريدي يشتغل، وبزمن الحاضي هم يشتغل سوق مريدي، فالهويات الحول المدنيه كلها العفو تقدر تقول انه مزوره قسم من عندها وقسم انه رديئه. عام 2019 يعني اتوقع الحكومه العراقيه ما راح تمشي اي معامله اذا ما عندك هذه الهويه. يعني تحتاج انه سرعه او تحتاج في عمليه تسهلك، من ضمن هالسيطرات الموجوده من يعتبر ما عندك تدقيق بس تنزل يسوي سكان العمليه تكون سهله. اذا اليوم 2019 احنا 2018 2019 اتوقع الحكومه العراقيه راح تستخدم هاي البطاقه، ما تميز القوميه، ما تميز الدين، ما بيها انه متزوج ما متزوج، فصيله الدم، اسم الاب والام والعائله. اذا والنقطه مهمه هي تشابه الاسماء، التشابه الاسماء اذا واحد
اسم شخص ثاني ما راح يكون تشابه انه عنده رقم وطني. اذا حتى لو اسم التشابه في هذا يكون في المطار فهذه حتعوض على الهوايه. اضافه تدقق شغلتك انه انت هل مطلوب من الحكومه العراقيه، هل مطلوب من وزاره الخارجيه الحاسماتها، هل مطلوب من حاسبه وزاره من دائره المخابرات. اذا تكون انت سليم لانه هاي تعطيك انه شيء في دقه وتشيك الشيء الامني عندك بالعراق وتكون انت بالسيف سايد. على هذه الهويه ورحت الى دائره الجوازات العامه. هاي دائره الجوازات العامه عندها خدمه جديده اسمها الخدمه السريعه. اذا واحد مستعجل على الجواز الجديد ويريد يطلعه اللي هو الاي، تقدر تطلع هذا الجواز بطريقه سريعه وبطريقه سلسه وبدون ان تدفع اي رشاوي. الجواز العراقي يطلع ب 40 دقيقه، هذا الطبع مالته يطلع ب 40 دقيقه، في مقابل انه اذا انت كنت مستعجل عليه تدفع 250 الف دينار عراقي. اذا كنت انه انت ما عندك وتريد انه ما تريد توصل الى تريد انه تاخذ الجواز هذا، تقدر تدفع الرسوم الرسميه وتنتظر 7 ايام تاخذه. بما انه انا مستعجل ودفعت 250 الف، محضرين مديريه الجواز العامه دائره خاصه، ضباط وحدهم، ماكينه وحدها، ويطول كياب خلال ماكسيمم تقريبا ساعه ونص، اسمها الخدمه السريعه. هذا الجواز موجود في دائره مديريه الجوازات العامه فقط، ما موجود به، مجرد انه تاخذ هذه الهويه ومن ثم انه بطاقه السكن. طبعا انا بما انه انا بطاقه السكن ما عندي لانه ما موجود ببطاقه سكن عندي، استخدمت بطاقه السكن مال والدتي وقلت لهم اني مقيم في كندا وشوفت لهم الاقامه او الجواز الكندي انه انا موجود ب موجود في كندا عايش. اي شخص بالعراق او اي شخص في بغداد هاي الخدمه موجوده صار لها شهر، موجودة في دا مديرية الجوازات العامة. إذا تروح مديرية الجوازات العامة راح تقرأ خدمة سريعة 250 ألف كاتبية. ماذا أقول لك أنه صار قديمة، اللي يدعي أنه بتشذب أو أنه ما يصدق هذا الكلام ممكن تروح وتشوف أنه هذا الموجود في مديرية الجوازات العامة. أنا دفعت 250 ألف إضافة 25 ألف أو 35 ألف الصك، وجبت الهوية هذه وإضافة المستمسكات مالتي، وطلع لي خلال 40 دقيقة. حتى من طلع منه كمشته كان حار بالضبط. فين تنتظرون؟ أي واحد ما يصدق كلامي موجودة دائرة الجوازات العامة ويروح يشوف بيها الجواز. إذا اليوم إنه التكنولوجيا وتشوف الضباط الموجودين سواء بنات أو ولد كلهم مهندسين خبرة صار عندهم. العراق نحو تطور، يعني إحنا اليوم إنه أنا من كنت خارج العراق 12 سنة شفته نحو تطور. إضافة بي سلبيات، يعني مو إنه أنا ما أقول لك إنه كندا الجنة والعراق هو النار، لا، ولكنه كل بلد وكل طريقة بيها إنه سلبيات. خلينا نجي على واقع العراق واللي هو كان موجود في العراق. احنا كشعب المواطن يحكي على الحكومة والشرطي يحكي على الحكومة والنائب يحكي على الحكومة والضابط يحكي على الحكومة وأنا يحكي على الحكومة، إذا منو الفاسد؟ إذا احنا كنا نحكي على هذه الدائرة أو نحكي على الحكومة، إذا هي الحكومة هي من الشعب. أبسط الأشياء، شخص إذا تريد تذب تقول له هذه حاوية الزبل، ذب الزبالة بها يذب الزبالة بنصها. الأزبال بالعراق أو مكانات في العراق بالقاع موجودة. إذا الشعب هو بطبيعته أو بطريقته يحتاج إلى تثقيف، يحتاج إلى تطوير. لازم إنه احنا كعراقيين إنه نطور من نفسنا، يجب إنه أنت تشيل الزبالة تذبها، لا تشمر قطف الجيجارة، حزام الأمان ماكو، رونج سايد يمشون. الفوضى بالعراق في مجال السير او مجال الترافيك لايت او مجال الحقيقه هذه هي الفوضى. ما يجي واحد بخط سريع رونج سايد هاي شويه صعبه، من يجي واحد انه تخيل انه هذا حادث يصير وجه الى وجه او فيس تو فيس راح يصير بهاي العمليه. اذا اليوم انه الشعب لازم يثقف نفسه، تقول له من يرمي الاوساخ في هذا المكان، تقول له انه العفو لا ترمي الاوساخ، هذا حمار يجي يضرب الوساخه. الحزام الامان ماكو، التنظيم ماكو، ابسط الاشياء. اي واحد يروح دائره، هاي نصيحه لاي واحد يروح دائره عراقيه في بغداد، يبدي بتنظيم السره. انا اول ما جيت زمت سره باوعد قدامي الناس ما ديتيها منا وما ديتي منا على الشباك هوسه، قلت لهم وين السره؟ قالوا لي هذا، قلت لهم اوكي انا اخر واحد، حلفت يمين ولا واحد يصير قدامي. إذا لو كل واحد يقوم بهذا الإجراء النظام حيكون عدل، وتحكي وياه بأسلوب محترم وتعطيه فيدباك إنه محترم. أنا واقف إجا واحد مد إيدك لأخوي الله يخليك، السرة مالتنا هنا أنا واقفين، إحنا قدامك أخوتك، فلازم تعال وقف سرة هنا. قال لي بس إذا أحكي ويا الضابط حتى تعطيني معاملة، قلت أخوي أنا ما أعطيك سراية، تعال وقف ورايا.
رجع ورايا، جتي حجيه ما تعيديها، قلت لها هاي يما الله يساعدك، ايش عندك معامله؟ قالت لي والله يما اني عندي معامله مال ابني دايد اسجل. انا توقعت ابنها بالحشد الشعبي مستشهد بالجيش، قلت وين ابنك يما؟ قالت لي يما ذاك هو ابني علاوي، علاوي باع حاط عينه بالفيسبوك وقاعد يلعب او حاط بالكمبيوتر. فقلت عيني علاوي تعال هاي المعامله مالتك، تعال وقف سره هنا، لا تخليه، انت ما عندك غيره توقفه. اذا اليوم انه انت بدائره الحكومه او في اي دائره حكوميه اوقف سره ولا تخليه تعطي واحد حقك. انا ما اقول لك انه لا تعطي قانون الى هذا، هم مسوين سراوات نساء ورجال، بس لا تخلي المعقبين المعاملات، لا تخلي الشخص هذا يحكي وياه باسلوب معركه. من تحكي وياه باسلوب انه تعطيه بوزيتيف او تقول له حبيبي احنا واقفين اخوتك صار لنا ساعتين هم احنا بالسره، بالضبط انه هو يجي يوقف يخجل من نفسه ويجي يوقف وراك سره. انا استعملت هذا الاسلوب ومشيت به بدوار دوله، اضافه انه الضابط او الدائره الموجوده او الموظف الموجوده راح تشوف انه انت المعامله مالتك تمشي بسرعه، يعني مو كل واحد يحكي كلمه شكل، مو كل واحد يتدخل بموضوع شكل. اذا اليوم انه انت كمواطن عراقي واجبك ومن ذاتك تبدي تنظم السر بدوائر الدوله، باي دائره من الدوله رزله احكي وياه، من انت تحكي احكي وياه. الكل يقول احنا بس نخاف من الله، اذا انت تخاف بس من الله احكي، قول طالب بحقك، الامام علي يقول طالب بالحق. فانت اذا هذه اذا تخاف من عنده، خاف يكتلك، خاف يضربك، خاف يتابع ميليشيا، خاف يتابع دائره. اذا انه انت كواجبك كمواطن عراقي اذا بديت من دوائر الدوله وهذه حكايه من عندي وتنظم السره، راح تشوف السراوات منتظمه، راح تقدر تنتخب الشخص المستقبل اللي هو يكون منظم. اذا انت هوسه وفوضى وانه ما عندك اي نظام واي قانون راح تنتخب الفاسد. اذا اليوم انه انت يجب من هذه، هي ما بيها تربيه ابو سلام اسلام، ما بيها تربيه، انت واقف بالسره قول انا ويا نفسي ما حخلي واحد يجي يضرب السره، اللي يجي احكي وياه باسلوب مو عركه، مو تقول لك وخر هاي السره مالتي ولا تحكي وياه، لا احكي وياه باسلوب محترم، قول له احنا واقفين، احنا اخوتك، هذا النظام، هذا السره، لازم احنا ننظم روحنا حتى ننتخب الناس الزينين. اذا اليوم مهمه المواطن العراقي، مهمه الشخص العراقي، مهمه الانسانيه يجب ان تقوم بها انت اول واحد حتى تكون تطور العراق. الرشوه في العراق مو اقول لك ما موجوده، بكندا موجوده رشوه بس بطريقه غير شكل. بالعراق هم موجوده رشوه، بس الحكومه الموجوده تحاول الرشوه تتلافاها، تخلق هاي خدمه سريعه ب 250,000 وهي هاي الغرض من عندها. اثنين انه تربط المعامله بعده مكانات، يعني يروح للصادره ولازم للصادره يروح للسجلات ومن السجلات يرجع للضابط، وكل ضابط ما يقدر يتحمل مسؤوليه، يعني ضابط لا تقول انه يقول لك والله دزني عقيد فلان او شخص انه مسؤول كبير يقول لك وقع لي عليه حتى يتحمل المسؤوليه. كل ضابط من الضباط الموجودين او الموظفين في دائره كاتب العدل او في الجنسيه او في الجوازات ده يحمي نفسه ويحمي غيره، يعني يعرفون انه الفساد او الرشوه اللي هي ما لها مدى بعيد، راح تنكشف في اي لحظه، وتاني مثال يخسر الوظيفه، وتاني مثال انه هو يكون قدام الناس الموجودين انه منبوذ. اذا اليوم مربوطه في عده مكانات، اضافه انه انا واحد من الناس قلت له اريد انه اثبت موضوع انه انا اعزب هالشغله هيك، قال ما اقدر، يعني ما اقدر اسويها، الضابط قال لي ما اقدر اسويها، قلت له ليش؟ قال جيب لي تأييد انه بهذا الموضوع، اذا ما وقع العميد وديت الاوراق مال كندا وصدقتها وحكيت بهذه الموضوع كله يلا انه استند عليها. اذا اليوم لو انا دافع رشوه حيقدر يسويها، لانه هذا السيستم مال الكارت هذا اي واحد يدخل عليه يسوي تحديث او يسوي ابديت او اي يسوي اي شيء عليه راح يبين الكود مال الموظف، يقول تم التحديث من قبل فلان، من قبل مقدم اكس او ملازم واي، فاي تحديث يصير عليها راح تصير بالسيستم موضوع عليه. اذا اليوم العراق هو بمجال، مو انه فوضى نهائيا مثل ما ينقلوه بالفيسبوك، ولا انه الاسلوب مات بهذه، بس المشكله انه العراقيين لا يربط حزام امان، يفكر بلفة القص ولفة الفلافل والكباب، ثلاثة نرجيلة، أربعة أنه هو كشخص أنه عايش بس أنه يقضي وظيفته وقاعد أنه بس يروح المكان اللي هو يبيه. هي الحياة مو بس مورات، الحياة مو نرجيلة، الحياة مو قص،
الحياة إنه تعرف إنه شلون تبني حياتك بالطريقة الصحيحة. يفكرون بس بالأكل، يفكرون بالتناقيل ما شاء الله بقد هذه، البنات ملتهية بالتجميل وهاي شغلات. إذن المعالجة أو الطريقة اللي تعالج العراق يجب أن تبدي من الشعب العراقي، يجب أن تبدي تبنيها بطريقة صحيحة وتبديها من دوائر الدولة بالتنظيم، ولا ترمي الوساخة وتربط حزام الأمان ولا تمشي رونج سايد. إذا سويتوا هاي ثلاث شغلات واللي يقول لك مستحيل تصير، لا تصير، لأنه ماكو شيء إنه ما يصير. ليش بالسودان ما يمشون رونج سايد؟ ليش ما هذه؟ شعب عراقي مثقف، الناس تمدح بينه، اللغة اللهجة العراقية تفتهم كل اللهجات العربية، 56 دولة تحكي عربي، 56 كل اللهجات، نعرف نحكي المصري ونعرف القلد اللبناني ونعرف القلد السوري. إذا أنت شعب، أنت هذا عندك مو غبي، بلد الحضارات يسموها. إذا أنت بلد الحضارات، إذا أنت مواطن يجب أن تبدي بالحضارات مالتك حتى تقدر تنتخب شخص مناسب، تنتخب الشخص اللي يربط حزام الأمان، تربط هذا اللي يدور السرة، تنتخب الشخص اللي ما يدور الفستوقيات والمنسبقات، وبالتالي تقضي على الرشوة وتقضي على الفساد. موجودة، يعني دا أقول لكم إياها، أنا مو دا أستغرب عليكم. شغلة واحدة يعني هو قلبي اكتئب من عندها، يعني أنا رحت في قيادة بعض الأصدقاء الموجودين، الناس اللي أخذوني ودوني إلى محافظة كربلاء، زرت قبر والدي، طبعاً ما شايف قبر والدي، زرت قبر والدي وزرت العتبة العباسية والعتبة الحسينية، واللي زرتهم وافتريت في كربلاء بشكل نظيف ورائع وموجودة. إذا اليوم إذا كربلاء أو العتبة الحسينية أو العتبة العباسية، ليش ما نحول العراق إلى كل عتبة؟ ليش ما ننقل هاي النظافة في محافظة كربلاء والنظام والسيستم إلى هذه؟ ليش من نخرج خارج هاي المحافظة هذه؟ صح، احترام، احترم الأرض اللي احنا موجودين بيها. بحث الكاظمية نظافة مو طبيعية موجودة، يعني اللي موجود في هذه المكان هذه. بس نفس الوقت اكتئب قلبي من تروح على طريق كربلاء تشوف الشهداء مال الحشد الشعبي والجيش العراقي على مدى الطريق مسطرة، تقول هاي الزلم الشباب اللي حررت العراق من داعش، يعني كلش اكتئب قلبي من شفتها. يعني أنا قلبي صار دم عليهم من تشوف شباب بعز شبابهم رايحين، صورهم كلها موجودة على الطريق، وانقهرت من شفتها. هاي واحدة من الشغلات اللي شفتها بداخلي وثافتها صورهم بغداد. الله يرحم الشهداء والله يشفي الجرحى. خلي أحكي في موضوع، أكو واحدة من الشغلات اللي عجبتني في العراق، مولات الموجودة في العراق، مول منصور، مول زيونة، نظيف، عمال بنغلاديشيين موجودين، خدمة موجودة. المواطن العراقي بداخل المول يخجل من نفسه، يذب الوساخة بالقاع، تشوف المول يلمع ومتونسين الكل والناس كلها متونسة. يعني بس بشكل انه ما اقول لك هذه، هو مو اقول لك امان 100%، لأنه هي كندا مو أمان 100%، في أي مكان أي دولة من الدول تروح لها هو مو الأمان 100%، وإنما موجود الأمان، ولكنه يجب أن الشعب يتطور. يوم من الأيام أنا ناوي ترى أرجع العراق، يعني تقريبا حجي السنة الجاية، حجزت طيارة ورتبت حالي من حجز الطيارة، من عجبتني الجاية وشفت هذه، وكانت عندي أسبوع هذا راح أجي جاية له خلال مدة شهر أكثر، أفتر في محافظات العراق، أقدر أروح لسامرة، أقدر أروح الأنبار، أفتر كل محافظات العراق، أشوف العراق من جد وجديد. الناس الموجودة أو الجالية الموجودة في أمريكا إنه متجنبين يروحون للعراق، ترى ماكو شيء، وروحوا شوفوا العراق، وضعية العراق هذا هم بلدنا هم خيرنا، يعني ما يصير احنا مدفونين هنا بالثلج وقاعدين. صح كندا حلوة، اذا عندك فيكيشن روح شوفها، اخذ زيارة، شوف اللي الفكرة انه شلون توصل الى العراق، او انه ممكن تتكون عندك فكرة شلون توصل الى هذا الشيء. انا هذا الفيديو سريع ومو سريع، هو طويل صار، ممكن الناس اللي شافته او ما اقتنعت بي او بكلامي، بس تقدر تروح بنفسك تشيك وتشوف الجواز ب40 دقيقه او ساعه يطلع، وتقدر انه تشوف تعامل الناس، وتقدر تشوف هذه. بعض الاخوان قالوا 10 دقائق، عفوا 10 ايام طولت فيه اخراج، قلت لكم كل دائره شكل على دائره احوال كرات الشرقيه، ها طلعتها بيومين، حتى اقول لكم اياها، حتى اللي تبصيم راحت لامن القومي طابعه رجعت هذا المكان طلعتها بيومين، والجواز العراقي طلع قلت لكم اياه بساعه، لانه موجوده الخدمه السريعه ب 250,000، عندك 250 تدفع 1000 احسن ما تدفعها للعرض حالكي او تعطيها رشوه، مسويها رشوه رسميه للحكومه حاله من حال كندا. كندا 110 دفعت اضافيه مال ايرجنت، هاي 250,000 دفعتها حتى طلع الجواز العراقي.
ان شاء الله العراق يصير بخير. يعني العراق اذا نصيحتي وكاخ اني مغترب عندكم في كندا ورجعت ما شاء الله لقيت الثلج واصل لي هنا واليوم درجه الحراره ناقص 25، اريد من الكل انه يغير حياته. هو واجبك كمواطن انه تشارك حتى تنتخب الشخص المناسب، انه تلزم سره، ذب الزباله بالمكان المناسب، حافظ على نظافه مدينتك، تكلم تحكي ويا الناس باسلوب بوزيتيف، لا تعيط لا تنق. اغلبهم من افتر ويا ولد اصدقائي احنا طقينا صور اقول لهم عاود لا تنقون، انا واقف يم الحضره العتبة الحسينيه سويت هيجي، يعني ابتسموا، يعني ما بداعي انه الابتسامه على طول اقول الدرء ان انت مسالم. الـ 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 الشخص اللي يبتسم يعتبر هو انساني، الشخص اللي يبتسم هو عنده فاتحة خير، الشخص اللي يبتسم هو يتفاعل بالخير. من تكون تتنق على العالم وتعطي فيدباك انه انت بوك نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، الناس هم تسوي لك نيجاتيف، راح يقول لك انا فلان مكان هذه. اذا اليوم انه انت كمواطن كعراقي او كمواطن انه تخدم بلدك حتى تخدم الناس، يجب ان تكون بوزيتيف مع الناس حتى الناس تتطور. تحكي وياه باسلوب محترم، ما حد يقدر يمسك مسه واحده اذا تحكي وياه بابتسامه، تضحك وياه، تبتسم وياه، حتى تكون فاتحه خير للشعب العراقي وللعراق، حتى الناس لا تفكر تهاجر، حتى الناس اللي برا ترجع للعراق تبني هذه. انا عندي شهاده بكالوريوس وعندي اكسبيرينس مال كندا، احب انه ارجع للعراق، احب انه اشتغل، احب انه اخدم بلدي، بس ولكنه شلون حتعامل ويا الناس الموجوده هناك؟ غير من حياتك وحتغير السياسيين الفاسدين. غير من حياتك تنتخب الحكومة الصالحة، غير من حياتك راح تقضي على الرشوة، غير من حياتك ماكو رونك سايد، غير من حياتك راح تبني جيل صحيح إلى مدى الحياة. إذا إنه أنت واجبك وكل عراقي من ال 36 أو ال 40 مليون يتحمل جزء في فساد هذا العراق، أنا وأنت وغيري وغيري. إذا اليوم أنا إذا أحكي وياك ممكن تشوفني اليوم، ممكن أنا مو موجود، بس لكنه نصيحة للشعب العراقي، ابدوها من دوائر الدولة بالنظام وبحياتك، انه شلون تقود المركبه بداخل بغداد، احترم شرط المرور، هذا دي خدمك. اذا اليوم انه لازم نغير. شكرا لكم وتقبلوا تحياتي وتحيات العراق وكندا، وكان هذا فيديو عن زيارتي للعراق. الله يرحم شهداء العراق والله يشفي جرحاهم، وان شاء الله نقضي على الفساد ونبني عراق جديد ومتطور، وان شاء الله نكون نحن في المقدمه. انا اقول ان شاء الله بس تحتاج الى تحدي، فلازم نتحدى الحياة، وهذا لازم تحدي لازم يصير. تحياتي وتحيات لكل الضباط الموجودين في دوائر الدولة وخدمتهم للمواطنين. أتمنى أنهم يشتغلون بإخلاص، أتمنى أنهم الناس تخدم المواطن يتخيل هذا أخوه أبوه أو أمه أو أخته، لا يفكر أنه تفكير أنه هذه. الحمد لله والشكر رواتبكم مثل ما كانت بنظام صدام، ولا كانت بهذه رواتب مكافية، ولكنه اشتغل بالدم من ذم وضمير إن شاء الله. شكرا أصدقائي، إن شاء الله أشوفكم في فيديو أخرى، مع السلامة.